كل يوم بيتأخر الحلو هيك عادته. صباح 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 الخير. الله لا يصبح فيك ولا عظمي. تعال هون. شو في؟ مالك عفوا شو مساوي معي؟ خير وردة الأردة. وردة شو عمل؟ شو في؟ اعترف بشوف اعترف. اعترف بعترف لك بحبك والأول مرة بحب. ما عم بمزح معك اعترف. أنا اللي خرست إصبعتي بالخرازة بس ما بعرف شو فيها طابت. شو فيها؟ شو فيها؟ ريت عمره ما طابت. ليشك وردة؟ عفوا ليشك وردة الموقرة المحترمة؟ شو عامل لي؟ مالك عرفان شو مساوي ما هيك؟ مست نجاح قالت لك إنه بدك تطلق مرتك مشان تتجوزني. نجاح يبليها بقتلها النجاح. شو كذابة لا تصدقيها؟ بلا شو؟ بعدين أنا ومرتي تصالحنا ما في شي بيناتنا. بس مو مشكلة أنسي وردة، إذا بدك أتجوزك ما عندي مانع، بس تنزلي على ضرها لأنه حرام طلق مرتي. مين بده يبتلى فيها؟ مدام عرفان نجاح كذابة، ليش ما كذبت الخبر قدامها؟ أنا ما كذبت الخبر؟ يبعت لي حمى على الفصل اللي ساويته. إيه بسيطة روقي، هلا هذا اللي زعجني؟ طبعاً هذا اللي زعجني. هلا بدك تروح على كل غرفة وتكذب الإشاعات قدام كل الموظفات وأوله نجاح. روحي 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 لا تكذب الإشاعات، بس بالأول هدي حالك، خلينا نشرب فنجان قهوة وأبدأ. وين أبدأ؟ تعال هون، إن شاء الله بشرب قهوة مرة على روحك. تفضل قدامي. ما قال لي طولي بالك. تفضل. اهلين وردة، شبك ليش هيك ماسكة سالم مثل الخارو؟ هي دائما هيك بحب تمزع معي، تسحبني مثل الخارو. جايبتني مشان اعترف لك اني بحبك، مشان اعترف للست نجاح بالحقيقة. تقلي الحقيقة لي؟ انا حقيقة؟ احكي. رح احكي بس مو حلوة يعني، فلتيني بركي فات حدا من حدا. شو بدي اقول؟ عبطتيني مو حلوة بحقك. هي تركتك احكي. يا معشر النساء، تصالحت انا ومرتي. الحمد لله. اخيرا صالحت انت ومرتك، مبروك. الله يبارك فيكي. حسيتي على الزلزال امبارح؟ ما انهزيتي شيء؟ شرفوا نسقيكم كراوية. احكي الحقيقه الثانيه، كذب الخبر اللي الست نجاح عم تدور بالمديريه وتحكيه. يا ست نجاح، يكون بعلمك انه انا ورده، عفوا قصدي الانسه ورده المحترمه الموقره، ما بيجمعنا غير الزمالة والإشاعات اللي عم تطالعيها هي إشاعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة. إيه بس لا تواخذني أستاذ سالم، لما سألناك ما قلت هيك. وهلأ سمعتي منيح اللي قاله؟ سمعت. الله يطعمك، تحكي كلمة واحدة مرة تانية عني بهالموضوع افرجيكي شي ما بيعجبك. إيش وأنا ما عندي هم غيرك وغير قصصك. هي عم فهمك. تفضل. عنسي وردي. ما لا وفوق منها منعوا البالي. لعم على قلة هالذوق، لك جاي بدها تقاتلنا بمكتبنا، معقولة؟ لا تواخذيها يا نجاح، معها حق. هلا حطي حالك محلها وافترضي انه الموظفات عم بيطالعوا عليكي هيك اشاعات، بتعرفي؟ كنت عملتي اكثر من هيك بكثير. الواثقة من نفسها ما بيهمها الاشاعات. صباح الخير. صباح الخيرات. نقول مبروك. قلت لك لا تمسكيني بيحكوا علينا، هي حكوا علينا. احكي لشوف. يا جماعة في بعض الموظفات عنا بالدائرة عم يطلعوا إشاعات مغرضة عني وعن وردة، عفوا قصدي الآنسة وردة المحترمة المبشرة الموقرة. وطبعا أنا متجوز وبحب مرتي ووردة، قصدي الآنسة وردة ما ممكن تفكر برجال متجوز، لذا بترجاكم أنه تحملوا المسؤولية معنا، وإذا سمعتوا هيك إشاعة مغرضة أنه تكذبوها. ولازم تعرفوا أنه نحن كزملاء بهمنا عفوا انه ما تنضر سمعتنا، وعلى التحديد سمعتي انا. هي مو مشكله، سمعتي شو بصير فيها بور؟ انا ما جبت شيء من عندي ولا اي اشاعه طلعت من هذا المكتب. بدكم تعرفوا مين راس الفتنه، روحوا لعند هديك العقربه نجاح، هي اللي حكيت. خلوها تضب لسانها. نحن رحنا لعندها وضبينا لها لسانها، بايام بقيه الموظفات يضبوا لسانهم. يلا بنتابع جولتنا الخرافيه. بس استاذ سالم، منشان نقطع الشك باليقين ما نترك مجال للشائعات انه تكتر. صحيح بدك تطلق مرتك؟ لا يا شو هالحكي اللي عم تحكيه، معقول رجال يطلق نصه الثاني ويتخلى عنه ويمشي بالنص الاولاني؟ لا صعبه، انا تصالحت انا ومرتي ومشي الحال. يلا اطيع زيمي اطلعي. يلا يا لطيف هالنجاح، شو بتحب تطالع شائعات؟ قلت لك الخبر بجوز يكون كذب، ما صدقتيني وهلا سمعتي بإذنك. ست نجاح هي اللي خبرتني، انا شو دخل